السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أول رد من الفنان خالد زكي بعد أنباء إصابته بمرض خطير ودخوله المستشفى في حالة خطيرة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنان خالد زكي بمرض خطير، وقالوا ان هو اتصاب بالسرطان وفي المرحلة المتأخرة. وتصدر اسم محركات البحث لان كل جمهوره ومحبيه حابين يطمنوا عليه، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في طلب من جمهوره ومحبيه بالاطمئنان عليه من خلال صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكان أول رد للفنان خالد زكي بعد سماع هذا الخبر وتداول الأخبار على السوشيال ميديا. خرج الفنان خالد زكي لأول مرة وأول رد ليه بعد الأخبار المتداولة، وقال الفنان خالد زكي: الحمد لله أنا كويس، والأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا بانتشار خبر إصابتي بمرض خطير هذا ليس له أساس من الصحة، وبطمن متابعيني وبطمن جمهوري إن أنا كويس وبقضي أجازتي خارج القاهرة وبستمتع بوقتي. والفنان خالد زكي هو أول ممثل مصري يقوم بتجسيد دور رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح، وظهر في عام 2012 في العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلب بترشيح خالد زكي لمنصب رئيس الجمهورية، وقد أثار تلك الدعوات ضحك خالد زكي. وقام الفنان خالد زكي أيضا بممارسة الرياضات العديدة منها التنس والسباحة وكرة الطائرة، كما لعب الجمباز وحصل على جوائز رياضية عديدة. في النهاية لم يستطع التوفيق بين الرياضة وكمان التمثيل، ولكنه اختار التمثيل في النهاية. وصارت شائعات في 2021 أيضا بإصابة الفنان خالد زكي بمرض السرطان وإن حياته في خطر شديد، والأمر ده نفاه كمان وأكد إنه هو كويس وبحالته جيدة. وبعد انطلاقه في فيلم مدرسة المراهقين شارك الفنان خالد في الكثير من الأفلام مثل فيلم لعنة الزمن، ده كان عام 1979، والذي لعب فيه دور فتحي وهو من بطولة بوسي وفريد شوقي وإخراج أحمد السباعي، وفيلم السفارة في العمارة وده كان عام 2005 بطولة الفنان عادل إمام. وقد حصل الفنان خالد زكي على العديد من الجوائز ومنها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم طباخ الريس في حفل توزيع جوائز أوسكار السينمائية المصرية عام 2009.